أهلا بكم في ترند. نشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي دليل استخدام وصنع الكمامات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 بمختلف اللغات. نتابع. تيم بي اتش 30 for 30 هي مبادرة تحدي ممارسة التمارين الرياضية بأنواعها لمدة 30 دقيقة يومياً ولفترة 30 يوم، وتدعو المبادرة للمشاركة بصورة أو مقطع فيديو لدعم إحدى الجمعيات الخيرية التي سيتبرع لها الحساب بعد ذلك. يعني مارس 30 دقيقة من التمارين الرياضية لمدة 30 يوم، وسيقوم حساب تيم بي اتش 30 فور 30 بالتبرع بمبلغ 30 دينار لأي جمعية أو عمل خيري من اختيارك. هذه المبادرة حصدت تفاعل كبير من قبل المشاركين في مملكة البحرين، إذ تجاوز العدد أكثر من 200 مشارك في الأسبوع الأول من انطلاق المبادرة. كسرت عائلة بريطانية ملل العزل المنزلي بتلوين كل حجر من أحجار منزلهم بألوان قوس قزح، وذلك لمدة 6 ساعات يومياً. وقد قامت العائلة باستخدام الطباشير الملونة لتزيين الجزء الأمامي من منزل العائلة، وتأتي الفكرة من وحي شكل منزل في أفلام الرسوم المتحركة. وبدأ منظر المنزل الكبير رائعاً، حيث أصروا على استخدام ألوان قوس قزح، والذي يعد من الألوان التي أصبحت شائعة في نوافذ الناس كطريقة لتكريم الأفراد العاملين بالقطاع الصحي البريطاني. في محاولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة خلال فترة تفشي فيروس كورونا حول العالم، قالت واتساب إنها ستحد من قدرة مستخدميها على إعادة توجيه الرسائل، وقررت تغيير القواعد المتعلقة بكيفية قيام مستخدميها بإعادة توجيه الرسائل التي لا تتضمن معلومات من مصدر موثوق. ويأتي هذا الإجراء في ظل تعزيز الرسائل النصية والصوتية المضللة التي تم تداولها عبر واتساب كانتشار العلاجات المزيفة لفيروس كورونا.
عبر محرك البحث جوجل عن شكره وامتنانه للعاملين في المجال الصحي من أطباء وعلماء وممرضين على جهودهم المتواصلة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ورعاية وعلاج مرضاه من مختلف بقاع العالم. وكتب جوجل في بيان له: بينما يواصل مرض كوفيد-19 التأثير على المجتمعات حول العالم، يجتمع الأشخاص لمساعدة بعضهم البعض الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى مدار الأسابيع القادمة سنطلق سلسلة رسومات مبتكرة لشعارنا من أجل التعرف على العديد من هؤلاء الذين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وتكريمهم. اليوم نود أن نقول شكراً لجميع العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المجتمع العلمي. حذر خبراء الصحة من أن انتشار إدمان ألعاب الفيديو يهدد بتشويه شكل الإنسان، ولا سيما مع انتشار صيحة من يعرفون بالجيمرز أو محترفي الألعاب الذين يقضون معظم ساعات اليوم في لعب ألعاب الفيديو. وابتكر فريق من الخبراء مجسما يجمع بين الأضرار التي تنجم عن إدمان الألعاب، والتي تتضمن إحمرار العينين واعوجاج الجمجمة وتقرح اليدين، واسمه مايكل. وأحذر الخبراء الجيمرز من أن هذا الشكل المشوه يمثل ما سيكونون عليه بعد 20 عام من اللعب المكثف لألعاب الفيديو. مايكل هو نموذج مجمع من تقارير وبيانات عالمية لأسلوب حياة اللاعب أحدب بسبب الجلوس المطول بشكل غير صحيح أمام الأجهزة، وذو أصابع متصلبة بسبب سنوات من استخدام أذرع التحكم. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر حلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.